وما بينهما وكثير من الأحزاب السياسية وكثير من الفرقاء عم بيقولوا أنه هالقانون الحالي بشكل من الأشكال يلي كان قانون غازي كنعان بعدين صرنا قانون 60 لا يؤمن صحة التمثيل. وبالتالي أنا حبيت عيد التذكير اليوم على أنه نحن عم نطرح تعديل قانون الانتخابات لأنه قانون 60 لا يؤمن صحة التمثيل. هلأ بنط من هونيك على القوانين يلي ممكن تأمن صحة التمثيل. طبعا القانون يلي أكثر شيء ممكن يأمن صحة التمثيل هو قانون اللقاء الأرثوذكسي، هذا بيأمن ما جاء في اتفاق الطائف تماما لجهة المناصفة مع الجهة المناصفة في المجلس النيابي، مع أنه في اعتراضات أخرى عليه، بس خليني ضل بهالشأن لهذه الجهة. قانون اللقاء الأرثوذكسي أول ما طرحه بلقاءات تركي نحن طرحناه وجلنا على كل القيادات، من بعد ما جلنا الأين على كل القيادات بالبلد على الكل الأين على أنه في معارضة شديدة شرسة عليه، مشان هيك ارتدينا الى دراسة ما هو القانون او مشروع او اقتراح القانون الافضل من بعد اللقاء الارثوذكسي. وصلنا على قانون الدوائر الصغرى يلي كمان متعارف عليه من سنة واثنين وخمسة وعشرة على انه افضل قانون لصحة التمثيل هو قانون الدوائر الصغرى. درسنا موضوع الدوائر الصغرى، طرحناه بلجنة بكركي يلي فيها ممثل عن تيار الوطن الحر المردي وحزب الكتائب وبعض المستقلين، رجعنا رحنا عند حلفائنا بالتيار المستقبل، ومن بعد ما صار عسير توصلنا على انه نتفاهم عليه. بهالوقت كان تيار الوطني الحر اتفق هو وحلفائه على قانون 13 دائره مع نسبيه بالحكومه، وبالفعل حولته الحكومه الى مشروع قانون وبعثته على المجلس النيابي. طبعا هالمشروع القانون يلي بعيد كثير عن تامين صحه التمثيل مقارنه خليني اقول مع قانون الدوائر الصغرى. مؤخرا من جمعتين ثلاثه عاد تيار الوطني الحر عم بيطرح قانون لقاء الأرثوذكسي، ومبارح بلجنة بكركي طرحوا من جديد، عاد انطرح انه عم نستعرض المشاريع، اطرحنا هالموضوع، ورجعنا ذكرنا على انه احنا مع هالمشروع بس على شرط، مش على شرط، انه على اساس انه ممثل تيار الوطن الحر قال على انه بالمبدا حلفائه ماشيين بهالموضوع، يعني اذا اتفقنا نحن بلجنة بكركي على اقتراح قانون معين او مشروع قانون معين، وما عنده اي امل يقطع، شو ممكن عملنا؟ يعني أنا هون بدي أفتح الإعلان تقول إنه ما بقى يجوز أي فريق من الفرقاء المسيحيين بالأخص يضحك على الناس، إنه نيجي هيك نعمل حملات شعبوية طويلة عريضة وهكم بالواقع ما في شيء. ومن هلا برجع بقول امبارح انطرح على أساس إنه التيار الوطني الحر جاب موافقة مبدئية من حلفائه، قلنا له أوكي إذا هيك، وهلا عم بقولها قدام كل الرأي العام، أوكي إذا هيك. بس إنه يطلع إنه هالقصة مزح وما في موافقات وعم تنطرح لتغطية السماوات بالقبوات، يعني هذا أمر لا يجوز في موضوع هالقد مهم وهالقد حساس قد موضوع قانون الانتخابات. وبالتالي اللي سمعتوه امبارح عن قصة اللقاء الأرثوذكسي، قانون اللقاء الأرثوذكسي إجا بهالسياق، بسياق قديش عنده إمكانية إنه يقطع، أصلاً نحن كنا وقفنا بحث فيه لأنه ما شفنا عنده إمكانية يقطع، امبارح ممثل التيار الوطني الحر قال لا عنده إمكانية يقطع، قال له أبشر مازال هيك. هي بما يتعلق بقانون اللقاء الأرثوذكسي. من هونيك ورايح طبعاً القانون من بعد اللقاء الأرثوذكسي بالنسبة لنا الأفضل هو قانون الدوائر الصغرى، وبالتالي رح نط دغري على الاستنتاج الثاني. يعني إذا لسبب من الأسباب التيار الوطني الحر إذا ما قدر جاب موافقة حلفائه، وطبعا بيكون أول شيء عمل عملية تزوير طويلة عريضة هجمتين ثلاثة، فإذا عن شو عم بيحكي؟ واللقاء الأرثوذكسي واللقاء الأرثوذكسي خي بدك تأمله نجاحه، وإلا فينا نقعد نطرح نحن بشكل نظري طروحات طويلة عريضة ما 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 لها وجود بالواقع. هلا اذا تنفترض ما قدر امن هديك، فورا لازم نروح كلنا سوا على قانون دوائر الصغرى يلي باعتراف الجميع هو الاكثر تمثيلا. نحن هلا هون بما يتعلق بقانون الانتخابات تجدر الاشاره الى انه امبارح باجتماع بكركي صار الاتفاق على نقطتين اساسيتين مهمتين. اول نقطه انه يتعاهد جميع الفرقاء بعدم العوده الى قانون 60 شو ما كان يكون، ونحن بطليعه المتعهدين لا عوده لا ما لازم نرجع قانون 60 لانه لا يؤمن صحه التمثيل. النقطه الثانيه لها علاقه بعمل اللجنه الفرعيه، لجنه التواصل الفرعيه لمحاوله التوصل الى تفاهم حول قانون الانتخابات. نحن رايحين بكره على لجنه التواصل بروح منفتحه وبجديه كثير كبيره، وراح صراحه نحط كل ثقلنا لمحاوله التفاهم مع كل الفرقاء الموجودين على الطاوله حول قانون الانتخابات. اذا توفقنا، إذا ما توفقنا بضل في حل واحد هو الذهاب إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي. أنتم تعرفوا نحن هلأ بحالة مقاطعة مع الحكومة الحالية ومع كل ما تمثله للأسباب المعروفة، مش أقل اعتماد الفريق الآخر الاغتيال السياسي، اعتماده للاغتيال السياسي كطريقة للعمل السياسي بلبنان، وهذا أمر لا يجوز.
بس رح مستعدين نخرق كل مقاطعتنا هذه تنروح على جلسة عامة للمجلس النيابي فقط لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وبالتالي اتفقنا على النقطتين. إذا خلال جلسات اللجنة الفرعية توصلنا لتفاهم كان به كثير منيح، إذا ما توصلنا لتفاهم من هلأ أنا بدعي الرئيس نبيه بري، على أنه يدعي لجلسة الهيئة العامة وساعتها تطرح مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المقدمة تطرح على التصويت، لأنه ما بضل في غير طريقة، ومجلس النيابي هو سيد نفسه بيصوت على القانون أو اقتراح القانون يلي بيلاقيه مناسب، وهذا بصير قانون انتخابات جديد لسنة 2013 إذا الله راد. هون بين هلالين كمان بدي أذكر رئيس بري على أنه عطول كان يقول ما بقى خافي على حدا على انه بقصة قانون الانتخابات في خلاف وجهات النظر او في وجهات نظر مختلفة، بس هيدي ما لها علاقة بوجود 14 اذار وبمشروع 14 اذار وبنضال 14 اذار، هذا شيء اخر مختلف تماما. يعني هذا عنده راي، هذا عنده راي بما يتعلق بقانون الانتخابات. قانون الانتخابات عملية لها علاقة بصحة او عدم صحة التمثيل، ما لها علاقة بطروحات سياسية. يعني الطروحات السياسية هي ذاتها من هونيك وطالع بما يتعلق بصحة التمثيل، ولا ممكن كل فريق يقدر يشوفها بالشكل اللي هو بلاقيه مناسب. بس بدي زيد وقول لك انه نحن على تواصل مستمر مع حلفائنا بتيار المستقبل، وهذا اللي مكننا نوصل الى تفاهم حول الدوائر الصغرى، وهذا يلي في حال تيار الوطن الحر ما قادر جيب موافقه حلفائه على مشروع ارثوذكسي دغري لازم يجي معنا على قانون الدوائر الصغرى، لانه طبعا هذا القانون الافضل بيكون، وبالتالي بصير عندنا اكثريه ومنقطع القانون بمجلس النيابه. تأجيل الانتخابات أو نتفاوض على قانون؟ لا ولا بأي شكل من الأشكال تأجيل الانتخابات ولا بأي شكل من الأشكال، بقدر ما بقدر شوف أنا، بس نحن كموقف مبدئي ولا بأي شكل من الأشكال. هلا من هونيك وطالع بضل في قانون قادرين نوصله، لأنه في 4-5 قوانين مطروحة. يعني إذا ما قدرنا وصلنا لواحد أو لاثنين منهم بضل فينا نوصل لواحد ثالث أو لواحد رابع. المهم إنه ما نضل بقانون 60. لا 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 لا، لأنه لا يؤمن صحة التمثيل قانون 60. منشوف ساعتها يعني شو اي شيء بينال الاكثريه بالتصويت بالهيئه العامه مضطرين كلنا سوا نقبل فيه. يعني طبعا، ولا شو عم ندعي هي يا بنقدر يا اذا ما اتفقنا باللجنه الفرعيه بنروح على الهيئه العامه للتصويت للمناقشه والتصويت. ما بعتقد الهيئه العامه صوت شو هو، لا ما بعرف بالتصويت، ما بعرف. يعني كل شيء بالهيئه العامه بالتصويت، كل شيء يعني اجراء دستوري ما حدا في يرفضه، وما بعتقد هذا موقف تيار المستقبل. انه اذا صار تصويت من الاكثريه، اللي بعرفه انه تيار المستقبل بده يجرب ما يخليه الا الاكثريه، هذا حق. بس انه اذا صار تصويت عليه، لا مش ما حدا في يرفض شيء بصير التصويت عليه. اوكي، شو النقاط اللي ممكن يصير في تعديل فيها ليمشي الحال ويوافقوا عليه الاطراف؟ ما وصلنا لهون بعد، من ناحيه المبدا بتروح على الموضوع هلا بانتظار رحنا بالمبدأ مثل ما هو. من دون تغيير نقاط او مثلا هي صارت بحث هذه لا هلا بانتظار انه تيار الوطن الحر يقدر يجيب موافقة حلفائه عليه. يعني هذا القانون اللي طالب هو المطروح، هو البند الاساسي على جدول كلهم مطروحين اللقاء الارثوذكسي، مطروح الدوائر الصغرى طبعا، وانا برايي المشروع الاكثر واقعيه في الوقت الحاضر هو الدوائر الصغرى. مشروع اللقاء الارثوذكسي بانتظار التيار الوطني الحر يجيب موافقه نهائيه من حلفائه عليه. ما هو انطرح، رجع طرحه من جديد على اساس، ولا ليش طرحه من جديد؟ طيب لماذا تضيع الوقت؟ كيف يعني؟ باللجنه الفرعيه. شو عرفت؟ ممكن مفاوضات ثنائيه بين التيار الوطني الحر وحلفائه. ما هي بتصير كمان باللجنه الفرعيه بوجود الكل ساعتها. انه وين المشكله؟ واصلا لازم يكونوا كل موجودين. وافترض عم بصير هلا مفاوضات ثنائيه بين التيار الوطني الحر وحلفائه. إيه ما بدهم يكونوا كل بجوا، بكره بتبين على طاوله اللجنه الفرعيه. يعني اصلا بدنا نرجع على اللجنه الفرعيه، من اللجنه الفرعيه على الهيئه العامه. لا 14 اذار كلها متفقه على قانون الارثوذكسي، ام في عندنا اعتراضات؟ لا 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 صراحه لا.
لا 14 أذار في 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 وجهات نظر مختلفة بما يتعلق بقانون الانتخابات. الشيء الوحيد المتفقين عليه لحديث هلا هو قانون الدوائر الصغرى، بس بدك تترك مجال للحركة بمداها الأقصى. أوكي يا هلا.